نصبحكم بالخير. فرحة العيد المفروض والأهم أنها تشمل أهم الفئات وهم الأيتام، ومن هون إجت فكرة مبادرة بسمة الحياة لمئة طفل يتيم. زميلنا أحمد كيلاني مشكور موجود هناك لا ينقل لنا الأجواء. صباح الخير أحمد، وكل عام وأنت بألف خير. صباح الخير دانا، وصباح الخير لكل مشاهدين قناة رؤيا، وبحب أحكي لهم كل عام وأنتم بخير بثالث أيام عيد الأضحى المبارك. إحنا موجودين معكم ضمن مبادرة بسمة الحياة في نشاط بعنوان بسمة العيد. هالمبادرة أسسها محمد العلي، راح يحكي لنا أكثر عنها، عن أهل أطفال الأيتام المئة طفل يتيم اللي سووا لهم هذا النشاط. معنا محمد العلي. محمد كيف حالك؟ صباح الخير، الله يعطيك العافية. تمام الحمد لله. محمد احكي لنا أكثر عن هالمبادرة. أول شيء أنا واحد من المؤسسين، شكرا لكل المؤسسين اللي كانوا معنا، لكن الوحيد يمكن اللي بقيت منهم. مبادرة بسمة الحياة أسست 1/5/2008 على أحد الإذاعات الأردنية، عملت أكثر من 120 فعالية خلال الخمس سنين اللي مضوا، وعملت 8 مشاريع تنموية. أخذت المركز الأول بال 2012 مسابقة أفضل عمل تطوعي، والمركز الثالث هيئة الأمم المتحدة للمتطوعين. هدف المبادرة إحنا مركزين على الفوكس على الطفولة، خاصة منهم الأيتام، بما إنه بنشوف جرائم مستقبلية بعد ما ينضج وينزل على سوق العمل ويصير يعني يبطل حد عمر الشباب 18 وبعد بتصير كتير مشاكل. فإحنا عندنا نظرة مستقبلية من هون لعشرين سنة على الأقل نصلح 5% من المجتمع الأردني نفسيا، يكون منتج غير متكل وبرضه متعاون وخدوم لشعبه ووطنه. شو توقعاتك للنشاط؟ زي ما احنا شايفين الكل متحمس واجواء يعني حماسيه. الحمد لله، هلا بس مثل هي الحمد لله ما عملت نشاط الا يطلع سوبر زيك يعني. الحمد لله رب العالمين، ان شاء الله انه راح يكون يعني جدا حلوه، الكل راح ينبسط، مش راح نشوف حدا زعلان، الكل مبتسم مع بسمه الحياه. وراح يحكي لنا اكثر ان شاء الله هو طلال الترك ان شاء الله. طيب بس بالبدايه راح نحكي مع عبير الكلوتي، وهي من منظمه اغاثه العالم، اغاثه الاطفال عبر العالم. عبير الكلوتي هي من منظمين مع مبادره بسمه الحياه، بدنا نعرف عنها اكثر من عن المبادره وعن هالنشاط اليوم. كيف حالك عبير؟ اكيد والله تمام، كل عام وانتم جميعا بالف خير. طبعا انا مسؤوله الاعلام والاتصال بالاغاثه الاسلاميه عبر العالم، واعمل هون في مكتب الاردن. هي اغاثه او منظمه دوليه ولها عدد من اكثر يعني 32 فرع عبر العالم، وعمرها تقريبا عن 30 سنه. نسعى يعني ان نكون رسل خير ورحمه لاهل الحاجه والفضل، ولرفع المعاناه عن كل المحتاجين بما فيهم يعني من ابناء هذا الوطن ومن اللاجئين كذلك. وهذا المشروع بشكل خاص هو من المشاريع الموسمية للمنظمة منظمة الإغاثة الإسلامية عبر العالم. هي مشروع القرباني أو الأضاحي، ففي كل عيد أضحى نقوم بذبح الأضاحي وتوزيع هذه اللحوم الطازجة على الفقراء وعلى المحتاجين وعلى الأيتام. فارتأينا أنه يكون يعني هاي السنة إن شاء الله بحيث نرسم البسمة الحقيقية، أنه مش مجرد نعطيهم اللحمة بهالعيد، وإنما يجوا نرسم البسمة على وجوههم، وإن شاء الله بنهاية الاحتفال راح يكون توزيع اللحمة وهذه الأضاحي لإلهم، بحيث أنه نسعى لرسم البسمة الحقيقية على وجوههم. تمام، يعني عبير هلأ خلينا نحكي أكثر، يعني منظمتكم مبدأ عملها بيكون بس بعيد الأضحى المبارك من خلال توزيع الأضاحي، أو في نشاطات أخرى خلال العام يعني بتقوموا فيها؟ لا أكيد لا، هي منظمة يعني أعمالها خلال العام كله هناك، لكن هذا المشروع هو من ضمن المشاريع الموسمية. لدينا العديد من المشاريع في شهر رمضان المبارك، وكذلك على مدار سنة كفالات الأيتام، وكذلك المشاريع الخاصة بالإخوة السوريين اللاجئين السوريين، بما فيها مشاريع المشروع الصحي ومشروع الشتاء ومشروع القسائم الغذائية بالتعاون مع منظمة الـ WFP، منظمة الغذاء الدولية العالمية. نعم عبير الكلوتي، احنا بنشكرك كثير وبنتمنى لكم التوفيق بهالنشاط اليوم. ورح نعرف ايضا هلا عن شو محضرين للاطفال لل100 طفل يتيم، شو محضرين لهم من نشاطات، من فعاليات، من مسابقات ومن جوائز. رح نعرف اكثر مع طلال الترك اللي هو مسؤول النشاطات في مبادره بسمه الحياه. طلال كيف حالك؟ الحمد لله، يعطيكم العافيه. وصراحه احنا هون بسمه عيد 2، هاي النسخة الثانية من بسمة عيد. كان بالسنة الماضية عملنا بسمة عيد 1، يمكن محمد حكى لكم عن بسمة الحياة، هاي جزء من النشاطات اللي بنعملها. حبينا هون يعني نجمع أطفال حوالي 100 طفل بنات وولاد لحتى يكونوا معنا ويختلطوا فينا بالعيد، يحسوا بفرحة العيد، ما يحسوا انهم غريبين. رح نعملهم كتير فقرات. هلا احنا زي ما بتشوفوا احنا بالساحة هون بنعملهم العاب تيليماتش، بنعملهم فقرات طبعا وجوائز لهم. بالاخير اكيد رح يكون في فقرات ثانية، رح يكون في بالمسرح مسرح دمى، راح يكون في قرآن وأناشيد،
فان شاء الله الاطفال ينبسطوا معنا في هذا اليوم، وراح اكيد راح نضلنا معهم ما نحسسهم باي فرق. طيب خلينا نرد نذكر مره ثانيه انه هذا النشاط ل 100 طفل يتيم. في فئه عمريه محدده لهدول الاطفال او اخترتوهم بشكل عشوائي؟ هلا هذا النشاط يعني احنا تقريبا ما في يعني فئه عمريه، بس خلينا نحكي من الصف الرابع للعاشر تقريبا، للفئات العمريه الصغيره اللي بيقدروا يتفاعلوا ويحسوا بسمه يعني بالبسمه هاي وبالعيد. بتعرف عيد الأضحى اليوم ثالث يوم، وإن شاء الله إنه يخلص على خير ويكون الكل مبسوط فيه. الجوائز للكبار والصغار ولا بس للصغار؟ الجوائز للكل إن شاء الله، يعني أكيد الصغار هم أهم ناس يعني إن شاء الله معنا اليوم، وإن شاء الله الكل يربح. تمام. شكرا طلال. شكرا لك. وبهيك مشاهدينا بنكون عرفنا أكثر عن مبادرة بسمة العيد من خلال جمعية أو مؤسسة بسمة الحياة. وبالنهاية بتمنى لكم التوفيق، بتمنى لهم التوفيق عفوا، وكل عام وأنتم بخير. وما رح ننسى حجاج بيت الله الحرام، نحكي لهم حجا مبرورا وسعيا مشكورا، وكل عام وأنتم بخير مرة تانية. شكرا لك أحمد، كل عام وأنت بألف خير. أكيد اليتيم فقد أعز الأشخاص، ولكن بوجود أشخاص يشعروا دائما بالمسؤولية الاجتماعية، إن شاء الله ما يفقدوا الشعور بالحنان العائلة. الدنيا عيد مكمل بأجواءه المميزة، استنونا بعد الفاصل.